السلام عليكم، نتمنى الله تكونوا بخير وعلى خير. انا حاليا في لاميزون تاع رونالدوسيا، غادي نكتشف الموديل الجديد تاع سانديرو اللي كتخرج جوج الفئات، ستريت واي الفئه الاولى وستيب واي الفئه العمراء اللي موراها. دابا صراحه تديفلوبات بزاف من ناحيه الموتوريزاسيون ديالها، من ناحيه الشكل الخارجي ديالها اللي غادي يخلي الحجم ديال الاستهداف ديالها غادي يكبر، وغادي تستهدف واحد الشريحه اجتماعيه اللي كبيره بزاف. غادي نكتشفوا الموتوريزاسيون ديالها، غادي نكتشفوا جميع الفئات اللي باش كتخرج والاثمنه ديالها، ونشوفوا اهم ونقاط القوه تاع هذه الفئه تاع الطوموبيله هذه. نشوفوا البري ديالها اللي غادي يخلي الناس واش يكونفيرتيو واش يشريوها ولا لا. الله، نتمنى من الله ديروا تكونوا بخير وعلى خير، ديروا لايك سبسكرايب، شكرا بزاف على الدعم ديالكم، الله مصرات. انا حاليا كنتواجد في لاميزون تاع رونو داسيا اللي غادي نكتشفوا الموديل الجديد تاع سانديرو اللي خرج في 2021 في هذا الشهر هذا. حاليا راه كاين في جميع لي شروم تاع المغرب، كتخرج بجوج تاع الفئات ستريت واي وستيب واي. هذه اللي معنا قدامنا دابا الفئه تاع ستيب واي. كاين الفئه اللي قل منها ستريت واي، كتبدا تقريبا ب 13% في البري ديالها، كاين فيها جوج تاع الفئات ايزونسييل والكونفور. هذه الفئة تاع ستيب واي ما شاء الله، هذه العامرة طوموبيلة تغيير جذري بارابور الجيل الثاني ديال سانديرو. كيف ما كتشوفوا هنايا لا ليماج اوتوماتيك، لي زوبتيك ديالها فيها هاد لاسين هادي لي مينوز لي زوينة بزاف، وعطاتها واحد اللوك ما شاء الله بارابور الجينيراسيون الثانية، واحد التغيير كبير، تغيير جذري 100% الخوت. وما كنشكرش لا مارك، هذا فقط الرأي ديالي الشخصي وصورة نقدية، تقدروا تقدموها ليا نتوما في لي كومونتير الخوت، كنحيي الاراء ديالكم. موتوريزاسيون ديالها ستريت واي الخوت كتبدا ب 95 شوفو الان 5، هذه في ستيب واي 102 الان 5 الخوت. شنو غادي نقول لكم، من الكالندر ديالها فيها دي زانسيغ كرومي، وفيها لي رابيل تاع ستيب واي لي فارونتي بغويا فوقها، كذلك لي رابيل جاو كرومي، والبارشوك ديالها مفتوح باش تدخل التهويه بشكل كافي للمحرك ديالها اللي كيجيب 102 شوفو نسبيا في الفئه ديالها. فهاد الناس اللي كتستهدف قوي، المهم الخوت قوي ولكن ماشي عاوتاني بدك 150 100 شوف، المهم على حسب الفئات. فوالا من البروفيل ديالها لي جون تاع 16 الومنيوم، الباتكيس ديالها كيجي هنايا في داك الكولور ديال الكاروسري، كذلك عندك لي روتروفيزور غابطابل الكتريك، كذلك شوفوا كتجي فيها هذيك لا بار دو توا اللي كدور على الخوت هكذا فيرتيكال، وداكشي باش عاوتاني الا بغيتي تهز حموله زايده فوق السياره ديالك، ولكن ردوا البال راه كتزيد في الكونسوماسيون ديال الكاربيرو الا زدتي شي حاجه الفوق. شنو نقول لكم الخوت، انا عجبتني الطوموبيل كتغيير جذري بالنسبه بارابور الجيل الثاني، حتى في هذا الكولور هذا، هاد لي كولور هادو ميتاليزي في هاد الكولور هكذا وهكذا، زوينين كديزاين. من الخلف ديالها كيجي لي زوبتيك لي فواغيغ ديالها جو فواحد اللوك تاع 3 دي، عندك الكاميرا دريكول اللي غادا غدو ستاسيونمو من القدام ومن اللور، كيجي اوبسيون على الخوت، كذلك الكفر ديالها بسم الله، الكفر ديالها كبير كيهز 340 اترو، زائد هاد لي بونكيت اغاياغ غابطابل باش تزيد في المساحة تاع التخزين ديالك، هذا كا اوبسيون زوينة زايدة. صراحة طوموبيلة زوينة بزاف، البري ديالها كيف ما قلت لكم كتبدا ب 13 و 800 في ستريت واي، ستيب واي كتوصل ل 15 مونطري دكام 15 و 800، غادي نقول لكم لي بري ديالها. فوالا، او على حسب عاوتاني انت النيغوسياسيون وداكشي ما تشطر على راسك. كاينين دي كريدي تاع الرون اللي مشهور الار سي اي، كاينين دي كريدي كراتوي بين قوسين، المهم على حسب كل واحد الطريقة باش بغا يخلص الطوموبيلة. من الداخل فولون ملتي فونكسيون، فيه هاد الأربعة تاع لي برونش، فيه ليميتور دو فيتيس، كذلك الكراسي ديالها فئة تاع ستيب واي لي غابيل، هاد الكولور هذا كيجي فهاد الكولور على حسب الكولور تاع الطوموبيل من برا. فران الكتريك، رانا مع الكتريك، بوط فيتيس 5 تاع لي رابور،
فوالا عندك ايكرون تاع 6 بوص فيها نافيغاسيون جي بي اس كتجي في الفئه تاع ستيب واي او كيجي كذلك اون اوبسيون اون كوموند على حسب. الباب ديالها بوني كرومي لي فيتر كوموند توتال في لي فيتر ديالك كوموند تاع لي روتروفيزور مساحه تخزين سيستيم سونوريزاسيون. اها نمشيو للاولى باش نطفيو الاضاءه بعد من هذه حيت ما غاديش نرجعوا لها. تران 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 فوالا زوينه الخوت في هذا اللون الذهبي وكذلك في هذا الاحمر هذا في هذه الاضاءه هذيك حتى هي فوالا. الصور ديالها تيجيو كارطا في الفئه تاع ستيب واي وكيجيو ساروت عاديه في الفئه تاع ستريت واي. هاد اللي معنا ستريت واي الفئه الناقصه على ستيب واي كتجي حتى هي بجوج تاع لي فيرسيون كاينه الايسونسييل والكونفور. هاد اللي معنا دابا الكونفور في ستريت واي غادي نشوفوا جميع الحوايج اللي فيها. عندك لي زوبتيك اليماج اوتوماتيك هاد لي زوبتيك تبدلوا بارابور الجيل الاول الجيل الثاني فيهم الليد فيهم هاد هذا الديزاين هذا اللي زوين اللي جا تقريبا مع الكالوندر ديالها فواحد اللوك زوينه بزاف جا كرومي كذلك لي فارون تيبغويه وجات فهاد الكولور هذا اللي ميطاليزي بلو مارين. الكابو ديالها ولا ميسكولي كيف ما كتشوفوا وعطاها واحد اللوك لي احسن بزاف من المقارنه مع الجيل الثاني ديالها. كيجيو فيها لي غادر من القدام ومن اللور اوبسيون الخوت على حسب الفئه اللي اختاريتي في الكونفور او ليزونسييل لوندري دو كام ديالها. من البروفيل في الفئه الاولى ليزونسييل ما تيكونوش فيها لي جونت هادو هادي الكونفور تيكونوا فيها لي جونت تاع 16 الومنيوم او على حسب شنو اختاريتي نتايا. لي زيل ديالها جاو مسكولي هنا كيبانو نسبيا. عندك لي روتروفيزور كذلك هابطه بالالكتريك فوالا. طوموبيل الموتوريزاسيون تاعي ديالها تديفلوبات الان 5 95 شوفو ستريت واي ستيب واي 102 ان 5 دي سي. الاضاءة الخلفية ديالها جات في هذا اللوك هذا اللي زوين كذلك جات انتيغري في الكفر ديالها في الباب تاع الكفر ديالها اللي كيهز تقريبا 340 اترو. ها هي السانديرو القديمة هذه الفئة تاع ستيب واي دابا ولات غالية في السانديرو القديمة تقريبا 15 و 300. هادي ستريت واي كدير ابتداء من 13 و 800 في الايزونسييل وكاينه ب 14 و 300 كذلك كتكون كونفور. اجيو نشوفو باقي لي زوبسيون اللي فيها كيف فيها كيما قلت لكم لي غادر من القدام ومن اللور كاميرا دريكول كتجي اوبسيون. شوفوا الاضاءه ديالها كي ولات لي جون تاع 16. اجيو نشوفو من الكراسي الخلفيه ديالها بوني كرومي لي فيتر الكتريك يعني الكوموند في كل البيبان هما لي بونكيت ديال الكراسي الخلفيه غابط طابل باش نزيد في المساحه تاع التخزين ديالك كذلك هادشي زوين جاو اون تيسو توب. اجي نشوفوها من القدام كا كونديكتور الباب ديالها بواني كرومي لي فيتر الكتريك كوموند تاع لي روتروفيزور مساحه تخزين سيستيم سونوريزاسيون. الكراسي ديالها جاو في هاد اللوك هذا جاو اون تيسو. الفولون ديالها هذه الفئه تاع ستريت واي ناقصه على ستيب واي جا في ليميتور فيتاس. الفولون ديالها جا في هاد الشكل هكذا ليكرون تاكتيل 7 بوص. عندك هنايا بورت يو اس بي في الفئه تاع ستريت واي تيكون عندك ستوب ستارت ايكو او ديماراج سون كلي. كليماتيزاسيون هنايا واحد لانسيير ديكوراتيف جا من توب بواطاغون فيها هنايا المانيو تاع الطوموبيل
كليماتيزاسيون اوكسيليير مساحه تخزين بوط فيتاس 5 تاع لي رابور مساحه تخزين اضافيه ما فيهاش داك الاكودوا سنترال عندك هنايا اوكسيليير باش تستافدو منو تسحب اللور هذا هو هذا المسند هذا اللي عندك هنايا اجيو نشوفو الموتوريزاسيون ديالها فين غادي يتحل لينا هذا الباب تاع الكابو ديالها نسبيا ثقيل على الخوص موتور 1.5 95 دي سي اي ديفلوب با بارابور فيرسيون الجيل الثاني غادي نمشيو نشوفو دابا الفئه ديال ستيب واي ها هي الفئة القديمة جينيراسيون القديمة